Slatan'la böyle bir nere bir saran yoradav. Lahf beyvine ki zor taybet. Hünermende ki zor bana obangi Iraqi. Galtanım. Ka eğer herkes öglere, hazi le gorani Arabi be, dılniyam göğe le gorani aşınmak buğa. Ka hi hünermendi ve nevangi Iraqi, Mahmut Türkiye. Este lere miyvani mine. Baraz Mahmut Slatan'la be. Bekir beyti o Kurdistan, bu hovler be taybeti. مرحبا بيك واهلا وسهلا وربي يحفظكم وشكرا على جيتكم الغالية. شوني تندرسي شونا شوني أمرك باش شون شوني باشي شوني باشي تندرسي شونا أمرك شون براكر لهولير كشو هوات شون بولير خوش ببطو والله الحمد لله انا اموري يعني اموري تمام والاجواء كلش حلوه ومتحضر للحفل لان لله الحمد هذه اول حفل لي في بلدي في كردستان العراق في اربيل بام اي 9 ليالي اربيل وجدا فرحان ومتهيئ ان شاء الله. شعراني جمهوركتي بيان بيني زاني جمهوركاني هولير شلون بيشوازي اللي كان والله انا يعني مستعد كل الاستعداد واكو مفاجآت حلوه ان شاء الله راح تكون على جاي المسرح سمود لبرسم زاني مفاجآت هي ان شاء بيان الله. يعني المفاجأة إن شاء الله راح يكون غنى حلو ومفاجآت يعني قرانيكي لازم طازية يعني إن شاء الله إن شاء الله بدنا نحضر باشا حزا كان باسي اون بوب كبزانم كم جار تاي بو هولير يعني بيشو تريش هاتي بو هولير أنا أربيل يعني جايها يعني كلش هواي أجي زيارات دائما أغلب وقتي لأن صراحة أحب جوها أحب طبيعتها أصدقائي هنا أجي أزورهم أسلم عليهم بس كحفل يعني كحفل جماهيري هذه أول مرة. مد برسالك هي أمالتي بكم تخوت خلقي كويتي ودواي أوا لبصر جياري دواي أوا أسال دبيجي بلام ناس ناوكشت محمود تركي تركي تشيا بالنسبة للقب أني لقب عمي 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 اسمه تركي فأني أخذت الاسم مال عمي عمي اسمه تركي فسميت على اسم عمي صار محمود بوتشينا أوكي أول طالب جاك زرت خوشة قلت لك على يعني مو قصة أن أحب عمي يعني هو أنا أحبه شيء أكيد أحبه يعني بس ناوكت بضلبه مو عجبني الاسم اني اسمي الحقيقي محمود عبد خضير فالاسم مو فني يعني الاسم مو اسم يعني اسم الشهرة يعني عرفتي فحسيته مو فني فرحت على اسم عمي سميت روحي محمود التركي وبالنسبة انا ولادتي بصرة ولادتي البصرة يعني ولادتي المنبع مالتي المنطقة الجمهورية وافتخر ببيئتي ومحافظتي واهلي وناسي في البصره. باشا، بيجمان خلقي زور باشا من خلقي بصره. حزا كم برسياري اود لبكم بزانم غوراني اشمك كيك جار بنا وبانجا لنا ويوتوبا وغوراني تعال تعال كهردو كان فيو يان زور زور لنا ويوتوب بتايبتي اوي تعال تعال كحوصت مليون فيو سي هي او نينما ونزيك بيتا ل 1 مليار. بزانم كاتي برمناني يكي لو قراني يعني بيرد لو كردوانك او انده بنا وبانك بي بالنسبة للأغاني أغنية تعال كنا ما متوقعينها توصل لهذا الرقم ولهذه المشاهدات صراحة كنا هذا يعني هذا الرقم كنا ما متوقعينه والحمد لله شكر لقت نجاح واسع بس بأغنية أشمك كنت متوقع أنها راح تنجح هذا النجاح رغم هواي من أصدقائي كانوا معارضين أن الأغنية محمود الأغنية لا مو هذه اختار غيرها أنت عندك أقوى لأن أنا كنت منزل يعني تعال 700 مليون راحتي النفسية 300 مليون أرقام يعني ضمني 200 تدرون ايش قال لي 115 اخير يعني كان عمل فيو عالي اغنيه اشمك 140 فلله الحمد ومكملين كامل يعني زور زور حزر ليتي كامله قول انا كان الله يخذ زور طيبته يعني اكثر اغنيه قريبه علي ايه يا حبيبي اكثر اغنيه قريبه يعني قريبه لي انا كمحمود باشا حزا كان باسي بروجي دهاتو تنبوكي بزانم خريكي تشيل اسا بتا ماي فيديو كليبي تازا برهمي تازا
مشاريع الأخيرة نزلت أغنية البارحة، البارحة كانت أغنية خليجية، والحمد لله الشكر لقت نجاح واسع لله الحمد. وراها كانت يا ملاكي، والحمد لله الشكر الله وفقنا بها. وأخير وحدة كانت الفراشة من ألحاني وإخراجي، ولله الحمد صار لها تقريبا أسبوعين 4 مليون، وبعدنا دا تمشي الأغنية، الله موفقنا بها الحمد لله الشكر. إن شاء الله باشا محمود جلا كانت استا زور كاجول ديارة وجلي لجلي ورزشيون نزيكا انجا تو خود بمنالي زور 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 حزد لورزش بو بتايبت فوتبول باشا لفوتبول كاواتي تو بو هاتو بو هنري و غوراني وتن اما قرز نبو اساش ازاني فوتبول كي يعني حزك دوباره بشتونا او بارا يعني تو بزله هنا لعب ميني تو اني كرياضة الحمد لله شكر كرياضة انا مستمر بها، والرياضة حلوة صراحة، يعني حتى لو مو انت مثلا صاحب انجازات، حتى لو ما عندك بطولات، فالرياضة هي يعني زينة للصحة. بلان بمنالي لنزور حزن للفوتبول بو احب كرة القدم، بس انا كانت لعبتي هي ساحة وميدان. اي كنت ارمي ثقل وقرص، كنت لاعب منتخب، حققت انجازات كلش حلوة، بطل عراق أنا من الناشئين لحد ما صعدت شباب، أنا بطل عراق وإنجازاتي كلش حلوة كانت، بس بعد التحويلة صارت يعني من الرياضة إلى الفن والغناء، وباقين إحنا مستمرين بالفن الحمد لله شكر الله وفقني بالفن، وشلت الله موفقني لله الحمد يعني بالرياضة، يعني مو أي واحد مو أي لاعب بهاي اللعبة بالساحة وميدان ثقل وقرص يصير لاعب منتخب ويسافر دول. فلله الحمد انا من اللواعيب اللي تركوا بصمه بالرياضه، والحمد لله شكرا سانا بالفن الحمد لله الحمد الله موفقني وتارك بصمه كلش حلوه، وان شاء الله نقدم الفن باحلى صوره، وعندي رساله ان شاء الله اقدمها رساله حلوه، ونطلع دائما باحلى صوره لجمهورنا الحبيب. باشا حزك فيمبلي چیته با جمهورکانی هولیرت آوانی که این با کنسرت اکد و آوانی که لهولیر با تایبت گلگورانکانی محمود ترکیه گرن اتا چیان پبلی؟ جمهوری به اربیل اقدم له کل التحیه و کل الاحترام و بالکردی احبک خوشم دوی خوشم دوین خوشم؟ دوین دوین زور خوشم دوين جمهوركم. والله أنا كلش أحب جمهوري في كردستان العراق، خاصة في أربيل، لأن قلت لك أنا أصدقائي هواي، جمهوري لله الحمد واسع، وجمهوري يجنن في أربيل، الله شاهد يعني هذا الشيء اللي أشوفه مثلا من أطلع من مكان عام. رسمة لقلقرين وحزك القصر لقلقان الصور وبالعكس ارحب بيهم، وهو اصلا جمهور مثقف ولطيف ويعرف شلون يتحاور ويا الفنان ويعرف شلون يحكي ويا الفنان، وكل كل 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 تفاصيل كل تفاصيل كل تفاصيله حلوه، يعني لله الحمد اني جدا فخور بجمهوري في كردستان العراق في اربيل. محمود اما دوباره بدلم زور بخير بيبو حولير و جمهورك دل خوش انك تولر دوباره كونسرت يعني بو اوكي و امانة بلين زور سباس كالقل ام ميوان بوي و ميواني رضاوي بتايبتي كا حتى اسا هف بيفين لقل هيج راجعند كارق نكردو لكردستان و دوباره بخير بيت. اي والله طبعا هاي اول مرة احاور العفو قناة كردية ودا اسمع الترجمة والترجمة كلش حلوة وانتي لطيفة، وشكرا لكم وشكرا لجيتكم، وإن شاء الله يا رب يكون حفل جماهيري ممتع إن شاء الله، وإن شاء الله نسعد كل جمهوري وكل اللي يتابعونا، وربي يحفظكم وشكرا لكم وشكرا لجيتكم. سباز بطوش جور سباز بو ايوش كابينري امامكم.